يسود القلق عند مكونات كركوك قبل أيام من إجراء الانتخابات البرلمانية، ويشكك العرب والتركمان بقرارات المفوضية التي ربما تساهم بتغيير النتائج حسب ما يرون. إلى التفاصيل. كل الأنظار تتجه إلى مفوضية كركوك وقراراتها التي زادت من مخاوف العرب والتركمان، خاصة وكركوك تمر بمرحلة جديدة تغير بها مراكز القوى. التخوف وارد، كون كل ما جولاتنا كلها تشير إلى أن هناك تخوف من النتائج. أولا، إجراءات المفوضية كانت بطيئة في توزيع بطاقة الناخبين على المناطق المحررة. ما يحصل في قرهنجير وشوان أمر خطير، وخطير جدا أن تجري انتخابات دون رقابة الدولة، وهذا أمر خطر في منطقة مغلقة لقومية واحدة وفيها قوة من تلك الأحزاب. أعتقد بأنه واحدة من مؤشرات التزوير الخطيرة في كركوك. التركمان رسالتهم إلى رئيس الوزراء تطلب تدخله وعدم التفريط بكركوك بعد أن أصبحت تماما تحت سلطة الحكومة المركزية. يعني احنا بدنا نشوف شيء مبرمج بحيث أنه أيضا يعملون التزوير وتحديث عبارة الاهتمام المشترك الأمني، هذا ما موجود. على أساس يشارك قوات الشرطة والشرطة الاتحادية والبيشمركة في حماية الصناديق أو في حماية مراكز الاقتراع أو في المشاركة في ناحية قرعنزير؟ ناحية قرعنزير تابع إداريا إلى كركوك. ليش حكومة نازلت عن قرعنزير؟ هذا خلي يجاوبنا عليه سيد رئيس الوزراء. ليش؟ خلي ينطينا سبب. مفوضية كركوك تحاول أن تلقي باللائمة على بغداد باعتبارها مركز القرار ولا ذنب لها بما يحدث. نوضح هنا بأنه السادة المتعاقدين معهم تم تعاقد معهم في المكتب الوطني في بغداد، مفوضية محايدة مستقلة كما قلنا حسب الدستور والقانون العراقي. مخاوف تنتاب رؤساء الكتل السياسية من العرب والتركمان حول آلية عمل المفوضية في كركوك وقراراتها المفاجئة مع اقتراب موعد الانتخابات في المحافظة. لقناة الفلوجة محمد الصالح، كركوك.